قلت حاجه قلت حاجه كويسه جدا. نفسي في يكون في كوادر تطلع كوادر النادي الاهلي, يطلع كوادر مدربين زي ما كان بيعمل في الاول, نادي الزمالك يطلع كوادر. عندنا مدربين كويسين ومدربين جمال جدا, لكن نفس الفتره الجايه يكون في مدربين كوادر تقدر تقول عليهم يا فاروق ان ترشحهم ان هم يمسكوا منتخب مصر الفتره الجايه. لكن انت لما بتتكلم على مدربين الوقت, لو انت جيت قلت منتخب مصر فيتوريا ده قام مشي الوقت او استقال او جاله عقد في اي حته ومشي, مش هتعرف تطلع مين اللي يمسك, لان انت عندك مدربين وبتحرقهم. ده كان عندك مدرب مين كبير. مين مدرب المصري اللي ماسك نفسه شويه كابتن لو حصل فعلا حاجه زي كده يمسك؟ رغم كل حاجه حسام حسن, مش حسام البدري. حسام حسن, لا الكابتن حسام البدري مدرب محترم ومدرب قدير ومدرب عمل انجازات مع النادي الاهلي وخد لا ومع منتخب مصر الحقيقه برضه هقول حاجه, ومع منتخب مصر الحقيقه كانت نتائجه ليست لا سيئه. ما انا بقول لك وخد فرصته. ليه حسام حسن ما ياخدش فرصته في السنه الجديده وبعد كده نبتدي نحكم عليه؟ كابتن حسام حسن طبعا على فكره هو عمل انجازات كبيره جدا في الانديه وفي المنتخبات. مش لازم يكون المدير الفني بياخد بطوله يقول لك اصل ما بيمسكش فرقه كبيره وفرقه محترمه. لكن انت النهارده لو حسام حسن بجهازه الفني لو مسك فرقه عندها امكانيات, لا يقدر يعمل شغل كويس ويقدر يعمل شغل محترم. من امتى يومين كنت بلعب مع كابتن حسام حسن. انا ليه بقول هقول لك الحكايه دي, انا بقول لك ان حتى هو كمان في شغله كمدير فني بتبقى الطريقه دي بتاعته بيخلي كله في حاله من الحاله الروح العاليه موجوده. شوف احنا كبار مش قادرين نجري اصلا, بقينا نجري وبنلعب. هو بيحب يكسب. بص يا فيكفى فاكيد هيوصل للعبته الحاجه دي. واهم حاجه في كره القدم, وانت طبعا لعيب كره وفاهم, الروح لازم تبقى موجوده ومستمره, فكره الاهداف وتحقيقها والروح العاليه هي اللي بتساعدك. خلي بالك اللعيبه في مصر عامه لو ما لعبتش بروح مش هتادي اداء جيد ومش هتكسب. صح, الفنيات مش كل حاجه في الكره المصريه. انت عندك في فروقات في اللعيبه يا فاروق, فروقات كبيره على فكره. وفي بعض المدربين الاجانب اللي بيجي يمسكوا ما بيبقاش عارفين الفروقات. كولر نفسه قال لك انا اتخدعت. لا في فروقات الاحترافي بتاع اللاعب. ما انا بقول لك هو في, انا قلت لك عشان كده انا بقول لك في فروقات عند اللعيبه. لكن انت النهارده اللعيب بيكون عنده 90 دقيقه يموت نفسه فيهم. انت النهارده لما بتتكلم على حسام حسن, انا بالنسبه لي حسام حسن هو الاسطوره الوحيده في الكره المصريه بالارقام والاحصائيات وكل حاجه. النهارده حسام حسن بتتكلم على مباراه الجزائر, بتتكلم على كاس العالم, بتتكلم على ارقامه, بتتكلم على انجازاته مع الاهلي والزمالك. لا حسام حسن عامل انجازاته ومحدش بيتكلم عليه, لانه حسام حسن انا عارف احترامه طبعا الكابتن حسام, لكن مع احترامي لا حسام حسن مظلوم في الكره المصريه. مظلوم بقى اعلاميا, مظلوم من الجهات المسؤوله, انه لازم الفتره الجايه حسام حسن يبقى له دور. ما ينفعش بحاج واحد بحجم وقيمه الكابتن حسام حسن يبقى متواجد خارج الكره المصريه. خارج اداره التدريب قصدك؟ طبعا خارج اداره التدريب, سواء للانديه الكبيره او سواء لمنتخب مصر. انت ليه ما بتستفدش منه؟ ما انت بتجيب ناس واخدين اتحاد الكوره او مدربين منتخبات واخدينها ورث. لا انا امسك 2005, لا امسك ده في مدربين بتختار المنتخبات اللي يمسكوها ويمسك هنا. طب ما انا زي وائل شيكر. في مدربين بيزعلوا ان لا ما تزعلش. لا ثانيه ممكن اكمل النقطه. في مدربين بيزعلوا ان مثلا كان تم وعدهم بمناصب او يمسكوا فريق وما يعني ما مسكوش, وبيطلعوا بعد كده يزعلوا يعني لا وبيطلعوا يفضحوا بعد كده يعني. ما انا بقول لك بيطلعوا بعد كده يفضحوا بعض. ده وعدني ان انا امسك وما بيمسكش. يا دي وعاوز الكوره تتطور يا فاروق. انت عندك مشكله كبيره الفتره اللي جايه ان انت راجل الفيتوريا ده جاي يتطور. انا اقول لك على حاجه, هو عبد الله السعيد مش اعتزل دولي؟ تمام اعتزل دولي, انت بتجيبه ليه منتخب مصر؟ انت هو من ضمن القائمه يعني؟ ما هو من ضمن. انا بقول لك هو باكد لك كبيرة لا يا انا باكد لك ان عبد الله السعيد موجود في امم افريقيه. افريقيا وده ما يساعدش منتخب يا كابتن؟ لا لو ده حصل لا انت عندك افضل وعندك في لعيبه. انت النهارده طب قول لي كده ليه ما انت عندك فين في منتخب مصر؟ ما انت عندك النهارده يمكن المدربين الاجانب. انا قلت انا بتكلم مين الافضل في الستايل بتاع عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لعيب كويس ولعيب بس خد دوره. والراجل بعد امم افريقيه اللي في السنغال قال لك انا مش هبقى متواجد واعتزلت الكره الدولي. لكن انت النهارده بترجعه تاني ليه؟ او النهارده لعيب, انت النهارده فيتوريا جاي يعمل مشروع وجاي ينزل, لازم ينزل الفتره الجايه بالاعمار السنيه, لان انت اللعيبه دي مش هتكمل معاه كاس العالم يا فاروق. مش هتكمل تصفيات كاس العالم اللي جايه. لكن انت النهارده لازم تنزل بالاعمار السنيه وعندك لعيبه منتظر بقى بطوله الاولمبياد بعد ما تخلص. طب انا هسال سؤال, هو عبد الله السعيد هيروح يلعب اساسي
في امم افريقيا ممكن تحتاج هيلعب على النني مش اساسي ما انا بقول لك هيلعب على النني هيلعب على حمدي فتحي هيلعب على امام عاشور هيلعب على مين يعني حتى طارق حامد اعتزل دولي يعني الراجل رمى الفوطه قال لك ان الراجل مش هياخدني او مش هيبقى متواجد فالراجل اعتزل دولي لكن انا بكلمك اصل انت يعني قبل في ثوابت او في شهود ان انت الامم الافريقيه اللي فاتت انت ما لعبتش عبد الله السعيد الراجل طلع قال لك اعتزل اروح واخده تاني منتخب مصر ما هي دي المشكله ما المجاملات مش هتنفع